في جاليري سردم بالسليمانية أقامت الفنانة التشكيلية سايار سليمان معرضها الفني الثاني، واللي تتناول لوحاتها لغز نمو كائن داخل كائن وفكرة الوجه داخل الوجه. أعمال سايار تحمل طياتها تعابير الألم والمعاناة، واللي وصفتها الفنانة كونها قريبة عليها وإلها علاقة مباشرة بالظروف اللي مرت بحياتها. الغريب بهذا المعرض هو استخدام أدوات المكياج برسم أغلب لوحاتها، واللي تقول عنها سايار بأنها مليئة بالطراوة والنعومة أثناء التنفيذ. پروژه‌ی کوچی با کامل، پروژه‌ی که لمان جنوی تنفیزم کرده کن بی عربت. هجرة جماعية هو مشروع نفذته في الشهر التاسع في مخيم عربد للاجئين السوريين، وقد نفذت 48 لوحة طينية من خلال طبي أقدامهم الحقيقية على ألواح من الطين، وبطلب من الفنانين والنقاد قمت بعرض هذا المشروع في معرض سردم، وكان هدفي كهدف أي صحفي عندما ينقل معاناة الآخرين، ومن خلال فني أحببت أن أؤرخ هذا الحدث المؤلم من خلال الفن. حدث برجستكم برجستم كردو بتوثيقي أو حدث أمر بمعنى طار. هذا العمل هو عمل تركيبي يتناول موضوع الهجرة والمكان بنفس الوقت، طبعا الهجرة القصرية هو توثيق للهجرة الجماعية من خلال استخدام الطوب اللي عادة يستخدم في البناء. الفنانة قامت بتغيير دلالة الطوب من حالة استقرار وبناء إلى حالة هجرة للتعبير عن أنه المهاجر قصرا يغادر معه مكانه ايضا، يعني حتى المكان الاساء او مكان الولاده يرحل من خلال الهجره القصريه. طبعا استخدمت الى جانب الطوب الالوان البدائيه اللي هو الاحمر والابيض والاسود لتعميق دلاله الهجره انها مستمره منذ الازل، يعني ضمن هي وهذا العصر التقني استخدمت الفنانة بطريقة ملفتة للنظر، استخدمت الطوب للتعبير عن حالة معاصرة في زمن تقني جدا. صراحة فكرة هذا المعرض هي فكرة بسيطة، و أستطيع أن أقول أن هي من النوع السهل الممتنع، هي بسيطة في إيصالها، لكن آلية نقل هذه الفكرة إلى عمل فني هو هذا الإبداع في هذا الجانب، وهي تعبر عن واقع المهاجرين أو المشردين اللي انتقلوا نتيجة للظروف الحرب التي تمر بها حاليا في سوريا، ولكنها بالتأكيد هي ليست فقط في سوريا، نحن في تاريخنا في كردستان العراق مرنا بهذه المراحل، وهناك الآن مناطق كثيرة وهناك كثير من الناس يتعرضون إلى التشرد وإلى الهجرة عن أماكنهم الأصلية. تصوري هذا المعرض يعني عمل كلش حلو وهدفه حلو، لأنه هدفه أنه يحرك ضمير الناس اللي موجودين هنا، للاجئين السوريين الموجودين بعربد. سايار عملت على شلون تقول يصحي الضمير، فاشتغلت كونسبت كلش حلو انه هي تجيب مكان طبع الارجل الاطفال الموجودين بالطين في عربد، فهي تحرك الضمير وعافية لها، اشتغلت بالكونسبت حلو وفورم حلو وانشاء حلو وكله على بعضه عافية لها.